مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سنتعلم فيه كيفية استغلال منصة نيتريوس. ونيتروس فهو كلاود من نوع باس، يمكننا من تشغيل التطبيقات أونلاين، وهو مجاني. تقومون بكتابة كلمة نيتروس على جوجل، ومن ثم الدخول للتسجيل بهذا الكلاود. وجب وضع اسم المستخدم، مثلا ام افادير اكس اكس، والايميل. الايميل فهو ام افادير جيميل بوان كوم، وكلمة مرور. يقولون هنا انكم تستطيعون الولوج الى علبة للتطوير في اقل من 60 ثانية. تضغطون على التسجيل. وهنا ألاحظ أنني أتوفر ديجا على كونت بنيتريوس، فالتسجيل فهو سهل جدا. إذا كنتم تتوفرون على كونت على نيتريوس، تقومون فقط ب تقومون فقط ب بسينين لتسجيل الدخول. فالتسجيل فهو سهل جدا. بعد الدخول إلى نيتريوس، تضغطون على Open Dashboard لفتح لوحة التحكم. الصبيب عندي ضعيف شيئا ما. هنا اسم البوكس أو اسم العلبة التي تستخدمونها للتطوير. وبما أنني أشتغل على حساب مجاني، فإن العلبة تتوقف عن الاشتغال بعد مدة. هنا نضغط على العلبة، وكما تلاحظون فهذه هي البارامترات. مثلا أتوفر على 6 ميجا من الرام و 6 جيجا في استوكاج ومعالج واحد. أضغط على ستارت، أنتظر قليلا ليتم تشغيل الآلة الافتراضية. هنا فهذا الرابط فهو للدخول باستخدام SSH إلى الكلاود نيتريوس. وهذا الرابط من خلال الويب يوفر لنا تقريبا 1000 بور مفتوح لتشغيل التطبيقات. هنا نستطيع الضغط على تيرمينال أو IDE. سأضغط على IDE. كما تلاحظون فالIDE يشتغل. مثلا نستطيع إضافة كود خاص بتطبيق جديد و تشغيله ب نسميه مثلا تيست فور، أو بكل بساطة Arabic tutorial .js. وهنا ترمينال، فهو آلة لينكس، إلا أنكم لا تتوفرون على الروت. الروت فهو غير متواجد، فهو فقط مجلد على آلة لينكس. تلجون له عبر الويب أو عبر ترمينال خاص بكم. هنا في الورك سبيس هناك العديد من الأشياء التي أقوم بها على هذا الكلاود. وهنا نجد الأرابيك توتوريال، وهو اسم الملف الخاص بهذا التوتوريال. تستطيعون تنصيب الموديولز الخاصة بنود جي اس عن طريق NPM كما العادة. وهنا أيضا نتوفر على تعليمات نود جي اس. أظن أن هكذا أحسن.
هنا كما تلاحظون متوفر على الانتربريت الخاص بنود جي اس. قد قمت ايضا بتنصيب الغوديس مثلا set hello test مفاجئ get hello test كما تلاحظون. فهي آلة لينكس تستطيعون تنصيب أي شيء يمكن تنصيبه أو أي لغة أو أي منصة برمجة تشتغل على لينكس، فستشتغل على الكلاود نيتروس. قمت أيضا بتنصيب منصة أورلانك كما تلاحظون، فهي تستغل 8 من المعالجات. هنا سنرجع إلى برمجتي، مثال بسيط لان بار HTTP require HTTP هكذا و var cluster require cluster. تستطيعون تجربة أي درس من الدروس السابقة على الكلاود نيتروس فسيشتغل بنجاح. وجب فقط تنصيب الموديل بذلك المجلد if cluster is master. أريد القيام بكتابة تطبيق باستخدام موديول كلاستر. لكي أريكم أن هذا الكلاود فهو في الآلة الحقيقية تتوفر على 8 معالجات. var server ولا لا هكذا، ونقوم برس and hello from page ونضع اسم البيج. هكذا ومن ثم هنا نكتب سيرفر بوان لسن و الادغس الخاصة بهذا الخادم. نضع فقط 4 أصفار لكي يتم فتح هذا التطبيق على كل الآلات المتواجدة في هذه الآلة، عفوا على كل البورات المتواجدة على هذه الآلة. فحتى ولو قمنا بهذا الشيء ففي الحقيقة فالتطبيق سيفتح فقط على البور و اليوغيل الخاص بهذه العلبة، نتيجة لتوفر الكلاود على هذه الأشياء أي على الحماية، لأننا لا نستطيع فتح هذا التطبيق على كل البورات. وحتى لو قمنا بكتابة ذلك سيقوم بفتحه فقط على اليوغيل و الرنج أي مجال البورات المسموحة لنا بهذه العلبة. سنقوم بتجربة هذا الشيء. يقول لي أن CPUS فهي غير موجودة require OS فقط خطأ طبعي. كما تلاحظون لقد قام بفتح 8 نسخ من هذا التطبيق نظرا لتوفر هذا الكلاود على 8 معالجات. مثلا نستطيع إضافة الكود الخاص بالماستر console.log master page process.page. نقوم بحفظ هذا الكود ومن ثم إعادة إطلاق التطبيق. أظن أن التطبيق
التطبيق توقف مؤقتا. عموما إذا حصل معكم هذا الأمر فالمشكل راجع إلى الصبيب المنخفض الذي تتوفرون عليه. يقول لي أني قمت بشيء لا يشتغل، وهو في السطر 17 هكذا. الآن قمت بتصحيح ذلك الشيء، سأقوم بتصغيره لرؤية الأشياء على حقيقتها. console.log process لماذا؟ يقول لي أن هناك مشكل في المشكلة، هذا هو سبب المشكل. نسيت أحد ناقوفات الإس لأنني قمت بتكبير الشاشة إلى حد يصعب فيه متابعة الكود بصفة عامة. كما تلاحظون فلقد قام بخلق 8 نسخ من تطبيق الأب الماستر، أي أن هذا الحاسوب يتوفر على 8 معالجات حقيقية، وكل معالج يتوفر على 8 معالجات من نوع تريد، أي أنه يتوفر على ويتريد باغ أكر. الآن ما علينا سوى تفقد هذا التطبيق إذا كان يشتغل. يقول لي بريفيو، قمنا بفتحه على بور 88. سنقوم بتغيير بور إلى 88. كما تلاحظون فالتطبيق يشتغل، وفي كل مرة سيرجع لنا كلمة هلو مع رقم البور الذي أرسل لنا تلك القيمة. كما قلت تستطيعون حمل الكودات التي تتوفرون عليها من الآلة الخاصة بكم المحلية إلى الآلة الافتراضية على كلاودينري، على نيتريوس، وستشتغل. كما تلاحظون ففي كل مرة يعطينا رقم مغاير، وهو رقم الوركر الذي يجيب التطبيق. شيء آخر نستطيع القيام به مثلا البيبليك كي، وهي المفاتيح التي أتوفر عليها. مثلا تستطيع حذف كل هذه المفاتيح وإضافة مفتاح جديد لكي نستطيع فتح شيل SSH من هذه الآلة إلى البوكس نيتروس. نقوم ب SSH كيجن لأنه متوفر. نقوم بإدخال الكود مرتين ومن ثم القيام بعملية كات لـ.rsa.ub. نقوم بعملية كوبي كولي لهذا الكود، نسميه HP Station ونقوم بلصق ذلك الكود. في هذه المرحلة نستطيع الولوج إلى هذه الآلة باستخدام الـ SSH من شيل، ووجب استخدام نفس اليوزر الذي تم إضافة الـ
RSA public key. لا يجب استخدام مستعمل آخر، أي وجب استخدام نفس المستخدم الذي تم توليد مفتاح الـ RSA بالكونت الخاص به. نقوم بإلصاق هذا الشيء هكذا. سنقوم فقط ببعض التغييرات البسيطة هكذا. فالبور الآن سيتم فتح SSH مع تلك الآلة، وهذا الأمر فهو مرتبط فقط بالDB، أي صبيب الإنترنت لديكم. قولوا لي فالأمر وجب كتابة حرف ب صغير وليس هنا. سأقوم بإدخال الباسورد الخاص بتلك المفاتيح. كما تلاحظون فالآن أنا داخل الآلة. أما السرعة فهي كما قلت مرتبطة فقط بالتيبي. مثلا نكتب نقوم بنفيد هذا التطبيق Arabic Tutorial. الآن لقد تم فتح التطبيق. ندخل إلى الفيديو مرة أخرى فقط للتجربة. بريفيو 88. كما تلاحظون فالأمر يشتغل. هنا تستطيعون الدردشة مع أصدقائكم إذا كنتم تلجون إلى نفس العلبة. أظن أن هذا الكلاود فهو لا بأس به مقارنة مع الكلاودات الأخرى، وخصوصا أنه مجاني. شيء آخر تستطيعون القيام به في هذا الكلاود وهو إضافة أحد البلوجين الخاصة بكروم الذي يمكنكم من فتح الترمينال الخاص بالعلبة من كروم مباشرة ودون الحاجة إلى الدخول إلى الموقع ومن ثم فتح لوحة التحكم. آمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس الخاص بتشغيل تطبيقات Node.js على كلاود نيتريوس المجاني، وشكراً.